السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طلال وطلول، رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم هو اللي لف على محلات حراج الطيور، بس من رحت هناك صارت الصدمة ان ما في ولا واحد مع انه اليوم جمعة. المهم ما بحرق عليكم، حطيت تصويت هنا بدت بول مقطع اكثرهم قالوا العصر، وانا الحين قاعد اتصور في العصر، المقدمة هذه قاعد اتصورها في العصر، وبعد شيء بنزل المقطع. وشوف المقطع شوف ايش صار من رحت المحل ذا ولا لقيت احد، وين رحت، يعني غيرت فكرة المقطع، بتشوفون قصة كثيرة لان تغيرت الفكرة. ويلا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، واذا تبي تفعل جرس التنبيه فعله. خليكم مع المقطع. بسم الله نبدأ. على وين؟ على حراج الطيور. حراج الطيور او الخمرة وسوق الحمام كلها تجي على السيارة يا حبيبي. نسحب فلوس اول شيء عشان نحصل صيد هناك. اوه حسابي لا يطلع، حسابي البنكي. نحصل صيد هناك طول العمر، على طول نشتري ما نستنى. يلا عاد نروح هناك محل الطيور. نهاية راحت 200، راحت 300 وانا كذا اللي معي 400. يلا يلا معك شيء واوصل. هذا هو طريق الخمرة، المحل حق الطيور. شوف ممنوع الكلاب، ممنوع، بس في طيور. افا 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 يا ولد، ما في احد، وش اسوي؟ طيب مقطع اليوم طار يعني ولا ايش يا عيال؟ ما في احد، المفروض هذا كله ناس، وهنا المفروض كله ببغاوات. خلنا ندور يمكن نقله ولا شيء. ولا في زحمة اليوم جمعة ولا لا؟ شكيت والله، استغفر الله العظيم، والله ما في احد، ما في احد. وين راحوا؟ طيب الحين كيف وش اصور؟ والله تمقلبت كذا، لازم اغير فكرة المقطع ولا شو الحل. اروح هناك اشوف ولا في احد، كله دجاج صوص. السلام عليكم، وين الناس اليوم؟ ما حد جاء؟ ممنوع. ممنوع، منعوه كله من ذاك المرض. ما مو بهذا المقطع اللي في بالي، يقول لك ممنوع، منعوه. شو السمان؟ نشوف هنا يا عيال، تدري اني ضايع، ضعت، ما ادري ايش اصور، سامحوني يعني مو مني. خربت الخطة، لكن والله العظيم ما يروح المقطع كذا، بروح محل ثاني. هذا المفروض كله طيور، زمان زمان كان هنا ورا كلاب، بس الزبدة خربت الخطة، بروح محل ثاني. يلا على المحل الثاني. جينا المكان الثاني، خلنا ناخذ اللفة هنا، مع اني ما حصل شيء كويس، بس يلا قلنا ندور شوي. هو الجمعة، الجمعة المفروض الناس زحمة وكذا، بس ما في. هذاك المحل ما قدر احتاج اني اروح له. الحالة ذاك على ذا المحل عنده قروض. يشوف كحة كحة، هلا والله. طيب هلا هلا يا حبيبي، هلا. الثاني سلم 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 سلم، نفسية بقى. هذا كويس. تعال تعال كيف حالك؟
ارجع محلك. انا الزوج بمية، انا الزوج بمية ريال. ها؟ جيب رقم محمد. في بمية وفي ثلاثين ها؟ الزوج ها؟ الزوج 30؟ زوجي 30 وزوجي 100. عدوي الله انك عدوي. هل هي ناس هذا؟ المهم خذيت زوج زيبرا، الزوج حصلته ب 85 وهذه ب 15 العش حقهم يعني كلها 100 ريال. طبعا ما صورت المحل ذا اللي قبل شويه لان صورت للفيديو اللي قبله حق الطيور، بحط لكم رابطه تحت في الكومنت، بحط لكم اياه الرابط حق المحل ذا في الوصف تحت لاني قد صورته نفس الاسعار لان هم مختلف يعني ولا شفت شيء يعني زايد. ما ابي اكرر. زيبرا 85 هذا قال لي ب 100 لكن حصلت واحد اعطاني 85. وهذا الشيء الثاني اللي هو عش حقهم، يا هذا عش ولا ايش ذا؟ هذا بيضون فيه والله ما اعرف. الزيبرا اكتبوا لي بالكومنت. هذول الزيبرا اللي خذيتهم اثنين بس يا انا ما اعرف الذكر وين وين، بالله اللي يعرف الزيبرا يقول لي. يقول من المنقار، خلني اوضح لكم اكثر. ها كيف؟ وين الذكر اللي انت؟ هذا اليوم ان شاء الله نصور معهم اكثر. وبس لين يكون انتهى الفيديو، ان شاء الله نال على اعجابكم. ادري ان الفيديو غريب وما قلت الاسعار لاني بحط لكم المقطع اللي قلت فيه الاسعار تحت في الكومنت، يعني ما بعيد المقطع، يعني صورت مقطع مثله اعيده ليه؟ نفسها ما اختلفت. بس اللي سألت عنه الزيبرا اني ذيك المرة ما سألت عنها، في زوج بمية في زوج بثلاثين، الثلاثين الاصفر ذا ما عجبني، حسيته حق الشوارع، طيور الشوارع ذي، مدري عصافير الشوارع ما عجبني. وشكرا على 2400 مشترك، وشكرا على 60,000 بالتيك توك، ونشوفه في مقطع ثاني ان شاء الله. ذا المقطع عجبكم صح انه غريب شوية بس ان شاء الله عجبكم. ويلا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير ونشوفكم مقطع ثاني.